صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 12 لسنة 2023 بإعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة، وذلك بناء على عرض وزير التنمية الاجتماعية وبعد موافقة مجلس الوزراء. وجاء في القرار يعاد تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة برئاسة وزير التنمية الاجتماعية وعضوية كل من الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة التأهيل الاجتماعي ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية، مدير إدارة التعويضات ودعم التعطل ممثلا عن وزارة العمل، طبيب استشاري بالمستشفيات الحكومية ممثلا عن المستشفيات الحكومية، مدير إدارة العمليات التعليمية المنطقة واحد ممثلا عن وزارة التربية والتعليم، مدير إدارة الأجور والمزايا الوظيفية ممثلا عن جهاز الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم ممثلا عن الجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، رئيس اللجنة البارالمبية ممثلا عن اللجنة البارالمبية، رئيس مجلس إدارة جمعية المركز البحريني للحراك الدولي ممثلا عن جمعية المركز البحريني للحراك الدولي. وتحدد الجهة المنصوص عليها في البند الرابع من الفقرة السابقة من يمثلها في عضوية اللجنة على أن لا تقل درجته عن مدير إدارة، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد، وينتخب أعضاء اللجنة نائبا للرئيس في أول اجتماع لهم.